من الرينقات. به كيفاش تفسر ربح الخرايف اليوم؟ تقريبا مدة كبيرة ما شفناش لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة العدل ليلى الجفيل، اللي في العادة كانت تصير بيناتهم برشا لقاءات، وشفنا انه من ابرز الملفات اللي كان رئيس الجمهورية يحكي عليها بعد 25 جويلية هي ملف تطهير القضاء. كيفاش تفسر هذا؟ وحتى بعد صدور قرار المحكمة الإدارية ما شفناش حتى لقاء او ربما اتصال بينهم. هو شوف، فما طريقتين يعني للعمل، احنا استخلصنا طريقتين. ثم الاستقبال المنفرد للجمهوريه لاعضاء الوزاره، هناك وزراء ما استقبلهمش خلاص، وزيره البيئه مثلا ما استقبلهاش وكانوا فما غلط، وزاره قليل، وزيره شو اسمه الخارجيه كيف كيف عنده برشا ما استقبلوش. هذا يدل على انه حاجتين، هو استعاض بالمجالس الوزاريه الدوريه نتاع كل نهار خميس بالاستقبال الثنائي ولا والاكتفاء بقبول رئيس الحكومه. عدم بروتوكوليا عملتها، عدم قبول وزيره العدل لمده فوق شهر تدل انه هناك علامه وقرينه بسيطه، اي ماهيش قاطعه، قرينه بسيطه على انه هناك مشكل. فما مشكل. هناك مشكل، واعتقد انه الوزير او الوزاره كوزاره سياده هذه العدل يعني في ترتيبها البروتوكولي الثالثة ماهوش عادي بالمره، معناتها دونك ثم اشكاليه، ثم مشاكل معينه، ما عرفتش هي، لا ادري ما هي طبيعه المشاكل، لكن يبدو ان هناك مشكل يعني لم يستقبلها لا بمفردها ولا في اطار مجلس وزاري، لان يعني المجالس الوزاريه كانت معقد كل خميس، ما تم ماهيش قاعده تتم تقريبا عندها اكثر من شهر. وهذا نجم يقول انه قد نجد انفسنا اليوم امام تحوير وزاري مرتقب ربح خرافي؟ لا، هو وارد، اعتقد انه لاحظت توا من خلال مجلس الجمهوريه كل موضوع يتم تداوله اعلاميا في التحوير الوزاري ما يعملوش، يعمل عكسه تماما. ما انا ممكن الوزاره دي تكمل الى تاريخ الانتخابات، راه الحكومه في دول الانتخابات التشريعيه اللي باش تكون 17 ديسمبر 2022، يعني بعد الانتخابات فما تحوير وزاري مرتقب حسب قراءتك يعني؟ اي هذا قراءتي، ممكن وهذا وارد معنا. ثانيا، انه ما نصورش كان يمشي يقع عزها تو قبل العطله القضائيه، لانه يظهر لي حتى الوزيره رجوعا على ما فماش عفو، ما قدمتش قائمه العفو تاع 25 جويليه بالضبط، وهو حجه اخرى دليل على ثم مشكل معناتها. باش نستغل حضورك معنا وتدخلك معنا عبر الهاتف ربح الخرايفي، باش نسالك على تصورك ورؤيتك لما سيكون عليه القانون الانتخابي المرتقب المنتظر، القانون الانتخابي الجديد. مازلت دقيقه، هيا نحاولوا ناخذوا رايك فيه. انا اكيد متاكد انه باش يصدر قانون جديد، وعندما اقول قانون لانه ما فماش برلمان، باش تاخذ التسميه تاع مرسوم جديد، وباش يكون معدل لقانون 26 مايو 2014، وهو قانون حقيقه من انصار، انه رغم انه كنت من الاعضاء صوتوا عليه وقت لتنظيم الانتخابات، لكن كنا نتصور انه باش يقع ترقيحه. انا مع تشديد شروط الترشح في البرلمان، وهذا التشديد كي يمكن ان يدخل للبرلمان الكفء والنزيه، وهناك خطوره ينبغي القضاء على التشتت البرلماني الداخلي، وهذه يتم بتشديد ووضع شروط صعبه ومشدده على المترشحين والمترشحات.